اهلا بكم مشاهدينا من جديد، والان نفتح الملف الابرز للنقاش. أعلنا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عن توصلهما لتأسيس آلية مشتركة تخص المنطقة العازلة في محافظة إدلب وما حولها بالتزامن مع إعلان روسيا وإيران عدم وجود أي عمل عسكري في إدلب. تتسارع الأحداث في سوريا حول إدلب، حيث يتدفق الدعم التركي للمسلحين في الشمال السوري، ومع تسارع التحركات الدولية والإقليمية المعلنة على أكثر من صعيد، يبقى الدور الروسي في حالة تحير الكثير من المراقبين. روسيا التي صرحت ليلا نهارا ومرارا وتكرارا على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية، لم تقم حتى اللحظة باستهداف أي فصيل، بل سارعت في الآونة الأخيرة إلى إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي الذي يدعم ويستثمر هذه التنظيمات. الكثير من التقارير والمعلومات والصور تؤكد أن علاقة أردوغان مع هذه التنظيمات كعلاقة الأب بالجنين، ومع هذا كله وضعت روسيا يدها بيد تركيا في الكثير من الملفات على الساحة السورية. الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أعلنا عن توصلهما لتأسيس آلية مشتركة تخص المنطقة في محافظة إدلب وما حولها، بالتزامن مع إعلان روسيا وإيران عدم وجود أي عمل عسكري في إدلب. وحسب ما أوضحه الرئيسان الروسي والتركي، فإن هذه الآلية تعتمد على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق ما بين 15 و20 كيلومترا من كلا الطرفين النظام والمعارضة، وانسحاب جزئي للميليشيات والفصائل من هذه المنطقة، مع تسيير دوريات مشتركة من الجانبين الروسي والتركي على أطراف المنطقة العازلة. من بين أهم ما حدده اتفاق سوتشي هو موعد 15 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري لإزالة الجماعات الإرهابية كافة من المنطقة منزوعة السلاح التي يتراوح عمقها بين 15 و20 كيلومترا. وتبقى العديد من الأسئلة عالقة دون إجابة منذ الإعلان عن هذا الاتفاق بين روسيا وتركيا، ولكن السؤال الأكبر والأبرز هو ما مصير هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في إدلب السورية وفق هذا الاتفاق. وفي تطورات هذا المشهد ذات العنوان المنطقة العازلة، شكلت عدة فصائل غرفة عمليات عسكرية جديدة في الشمال السوري تحسبا لأي هجوم مفاجئ من قبل موسكو ودمشق على المنطقة. لكن هذه المجموعات تواجه صعوبات كبيرة، فالاتفاق يعبر عن التزام دولي بتفكيكها، فضلا عن ذلك الرغبة الشعبية في التخلص منها لتجد نفسها محاصرة بين حاضنتها الشعبية والقرارات الدولية. وفي هذه الجزئية لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون هناك اتفاق بين بعض الدول والجماعات الإرهابية لتوفير الملاذ الآمن لهم بعد حصارهم، ويبدو أن هذه المجموعات والتنظيمات الإرهابية تعمل بالنيابة عن تلك الدول. هذا ما يحدث بالضبط على الأراضي السورية، وكان المشهد واضحا وجليا من خلال استثمار تركيا واحتلالها لعفرين بمشاركة كل الفصائل المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من باريس دكتورة سميرة مبيض أكاديمية وكاتبة سياسية، ومن دمشق العميد هيثم حسون خبير عسكري واستراتيجي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتورة سميرة مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم. دكتورة سميرة، يعني حقيقة إدلب إلى الواجهة من جديد، الآن يتم منح مهلة إضافية جديدة، برأيكم ما مصير في نهاية المطاف، ما مصير إدلب ومصير من يتواجد بها من الإرهابيين؟ نعم، كما نعلم جميعا طبعا موضوع إدلب في الفترة السابقة تم توقيف أي عمل عسكري تجاهه، وذلك بتوافق دولي روسي تركي وأيضا بضغط كبير من الأمم المتحدة ومن الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك حصرا بسبب موضوع المدنيين والعدد الكبير والهائل من المدنيين الموجود في إدلب، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية. ولم يتم حقيقة
الوصول إلى حل جذري للفصائل الموجودة في هذه المنطقة، وإنما تم تجميد الوضع دعنا نقول وإيقافه على هذه المرحلة يعني مع وجود اتفاقيات مبدئية، والتي كما ذكر التقرير يعني لم يحصل فيها أي تقدم سوى إعلان الحكومة التركية عن النصرة على أنها مجموعة إرهابية في خلال هذه المرحلة بين الفترتين، ودون ذلك لم يحصل أي تغيير. فبالتالي يعني نحن هنا أمام مرحلة جديدة على ما أعتقد، سيكون هناك إما وضع شروط جديدة فيما يخص السلاح في هذه المنطقة، ومع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد مناطق لحماية المدنيين لكي لا يستخدموا كما حصل سابقا في مناطق أخرى كدروع بشرية. لكن على أرض الواقع لم يتم أي تغيير بما يخص الفصائل المسلحة، وأعتقد أن هناك مفاوضات تجري بهذا الشأن سواء بين الفصائل والحكومات الراعية لها، وسواء بين هذه الحكومات التي تفاوض بشكل أو بآخر الدول الأخرى على هذا الأمر وعلى هذه المنطقة. وربما يكون هناك حلول مستقبلية تطرح، وفي هذا السياق يتوجب دوما التذكير بأن الحل الأمثل في إدلب هو بتسليم الحراك المدني أو المجتمع المدني لإدارة الأمور والاعتماد على السوريين من الكفاءات والخبرات وتحييد الهيمنة العسكرية دعنا نقول على هذه المناطق. طيب، ضيفي من دمشق سيد هيثم حسون، مساء الخير. أسعد الله مساءك أستاذ المشاهدين. أهلا بك سيد هيثم. يعني الآن بالحديث عن مصير إدلب ومصير من يتواجد بها من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب، هناك من التناقض يعني في مكان لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يكون هناك اتفاق بين بعض الدول، وهنا أقصد روسيا وتركيا، تركيا التي توقع بيد دائما الاتفاقيات وباليد الأخرى تدعم التنظيمات الإرهابية. برأيكم كيف تم كل هذا مع العلم بأن روسيا مرارا تكرارا كانت تصرح بأنها ستستهدف كل التنظيمات الإرهابية، وهي لم تستهدف أي فصيل إرهابي متواجد في إدلب لغاية هذه اللحظة؟ لا، الحقيقة أن العمليات العسكرية وإن كانت بشكل منخفض ولكن لم تتوقف، حيث أن الاستهدافات كانت تتم خلال الفترة الماضية في المنطقة التي شملها الاتفاق لتكون منطقة عازلة أو منطقة منزوعة السلاح مبدئيا، تمهيدا لسحب الإرهابيين منها وإعادتها في مرحلة لاحقة إلى السلطة السورية. ولكن الذي حصل منذ البداية أن تركيا لم تكن، الرئيس التركي تحديدا كان منذ البداية يحاول التهرب من موضوع الالتزام بعملية سلمية في المنطقة، أجبر على توقيع هذا الاتفاق لأنه فقد الخيارات، فروسيا وضعته أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن ينسحب يسحب قواته من المناطق التي تحتل داخل الأراضي السورية، أو أن يكون في مواجهة مع الجيش العربي السوري وحلفائه. وهذا دفع الرئيس التركي إلى تبني الرغبة الروسية أو إلى الالتزام والاتفاق مع الرئيس الروسي على مهلة زمنية يتم خلالها سحب الأسلحة الثقيلة. طيب، وسحب الإرهابيين من هذه المنطقة هيثم. ولكن على فرض، اسمح لي دقيقة تفضل، على فرض أن الرئيس التركي كان له نوايا طيبة ونحن نستبعد ذلك، فهو لا يستطيع في حقيقة الأمر تنفيذ هذا الاتفاق. أساسا هو عقد الاتفاق لكتب الوقت من أجل تمكين المجموعات الإرهابية المنتشرة في محافظة إدلب من تحضير ذاتها وتحضير عتادها لتنفيذ عمليات قتالية ضد الجيش العربي السوري وحلفائه عندما يتم إعلان الفشل. والآن عندما طلب مهلة إضافية هو لاستكمال عملية الاستعداد للمعركة وليس لتنفيذ عملية الإخلاء للمجموعات الإرهابية من المنطقة المحددة. طيب، أنا بدي أخذ تعقيب من دكتورة سميرة على كل ما تفضلت به، بعدين برجع بدي أسألك سؤال في نفس الفكرة اللي طرحتها حضرتك. دكتورة سميرة مبيض، تعقيب منك على ما تفضل به السيد هيثم حسون ضيفي من دمشق. نعم، يعني أنا لا أعتقد أن هناك حشد لمعركة عسكرية، يعني لا أعتقد حاليا على الأقل أن هناك حشد لمعركة عسكرية. هناك مفاوضات وهناك أيضا يعني دعنا نقول مقايضات على مصالح أخرى على حساب السوريين دائما من قبل الجميع، فبالتالي ربما أتوافق في موضوع كسب الوقت ومهلة إضافية، ولكن
الهدف النهائي من هذه المهلة لا أعتقده أنه بسبب حشد لمعركة قادمة، وإنما قد يكون لمقايضات سياسية أخرى، وقد يكون أيضا لمحاولات إيجاد حلول للمدنيين الموجودين في المنطقة، وهذه نقطة يجب أن لا تغفل عن أحد، وهم مسؤولية الجميع. فبالتالي وجود معركة عسكرية مع هذا الكم الهائل والكثافة السكانية الهائلة هي يعني مخاطرة لا تأخذها أي دولة، ورأينا حجم الضغط الدولي الذي مورس على القوات الروسية وقوات النظام، بحيث لا يحصل أي قصف وأي تدمير للمنطقة بسبب عشرات الآلاف لنقل من الفصائل ومن المسلحين الموجودين مقابل أرواح الملايين الموجودة. لذلك هناك ثلاث نقاط أركز عليها، هي إيجاد حلول للمدنيين في هذه المناطق، النقطة الثانية هي مقايضات سياسية إضافية، والنقطة الثالثة لكي لا أكرر كثيرا هي ربما إيجاد فعلا حلول لتفكيك هذه الفصائل أو لتحويل هذه الفصائل الموجودة إلى يعني القضاء أو إلى إيجاد نوع معين من العدالة في هذه المناطق. سيد هيثم، يعني حقيقة المراقب للدور الروسي بالتحديد، حضرتك أشرت بأن هناك مطالب، وأفادت حضرتك وأكدت بأنه مسبقا نوايا تركيا معروفة، ونوايا الرئيس التركي رئيس النظام التركي معروفة، وهي للاستفادة أكثر من الوقت لدعم هؤلاء الإرهابيين في هذه المنطقة. طيب إذن لماذا تقدم روسيا على اتفاق تعلم مسبقا بأنها دخلت في مرحلة اللعب على الوقت مع الأتراك؟ طبعا هذا موضوع قامت به روسيا في مرحلة سابقة، عندما كانت التحضيرات جارية لتنفيذ عملية تحرير جنوب سوريا، تحديدا محافظات القنيطرة ودرعا من الوجود الإرهابي. كان العدو الصهيوني يهدد دائما بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية لمنع الجيش العربي السوري من الوصول إلى حدود الجولان السوري المحتل، وبالتالي قامت روسيا بمساعي في ذلك الوقت لتحييد الدور الصهيوني. كان هذا التحييد عن طريق مجموعة من الضمانات، ليس الوقت لذكرها الآن، ولكن نجحت روسيا في تحييد الدور الصهيوني ومنعه من العمل في مساعدة أو منعه من الاشتراك في العملية العسكرية والدخول كطرف مساعد للإرهابيين. الآن روسيا تقوم بذات الدور، الهدف الأساسي هو تحييد الدور الروسي التركي لكي لا نصل إلى مرحلة الاصطدام العسكري بين الجيش العربي السوري وحلفائه، وبالتأكيد روسيا أحد الحلفاء الهامين في أي عملية عسكرية مستقبلية في الشمال السوري. الآن أعطيت كل الفرص للرئيس التركي للجانب التركي من أجل العمل أو من أجل القيام بتنفيذ تعهدات التزم بها الرئيس التركي بأن يتم إخلاء هذه المنطقة كمرحلة أولى من أجل إعادتها إلى سلطة الدولة السورية، وليس من أجل أي شيء آخر. يعني مقتنع يعتقد أن الدولة السورية يمكن أن تقبل بأي اتفاق لا يعيد هذه المنطقة التي تم الاتفاق على أنها منطقة عائلة إلى سيادتها. الاتفاق في المرحلة الأخيرة كان ينص على إعادة هذه المنطقة إلى السيادة السورية. إذن الدور الروسي الآن هو عملية احتواء للدور التركي وعملية أعطاء الفرصة لسحب الذرائع من التركي لكي لا يكون طرفا في عملية عسكرية مستقبلية. وأعتقد أن الجانب الروسي حتى الآن نجح في أولا سحب الذرائع من الأوروبيين والأمريكيين، لأنهم كانوا يحضرون مسرحية الكيماوي لتنفيذ الضربة على لتنفيذ العدوان على الجيش العربي السوري والمنشآت السورية. وثانيا وضع الرئيس التركي أمام الخيار الذي لا بد منه، وهو الاعتراف بأنه فشل في تنفيذ الالتزام، وبالتالي ستتم بدء العملية العسكرية بعد انتهاء المهلة. وأنا هنا أريد أن أعارض فقط ضيفتك الكريمة في موضوع الحشد. لا، الحشد موجود. الجيش العربي السوري قبل بدء أو قبل عقد اتفاق سوتشي كان أنهى الاستعدادات لتنفيذ العملية العسكرية، وما أجل هذه العملية أو أخرها مرحليا هو فقط أعطاء المهلة من أجل إثبات أن تركيا لا تريد، وإن أرادت لا تستطيع أن تلتزم أو تنفذ الالتزام بإخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين لأسباب عديدة يمكن أن نشرحها في مسار البرنامج الزائر. منطرحها ومنحكي فيها بالدقائق القادمة، ولكن حتى المرحلة الأولى التي تمت يوم الاثنين 15 شهر كان عليها الكثير من
نقاط الاستفهام وظلت في حالة مبهمة. دكتورة سميرة، يعني بالعودة إليك، هل ستنجز المرحلة الثانية أيضا بنفس السياق والوتيرة التي أنجزت فيها المرحلة الأولى؟ وفي نهاية المطاف كل المسؤولون في دمشق، يعني دائما حتى الروس، يؤكدون بأن إدلب في نهاية المطاف سترجع إلى حضن دمشق كما يقال. يعني السياق العام للأمور، اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك. في الحقيقة ضيفك تفضل بموضوع الحشد، أنا تحدثت، هو كان سبق وتحدث عن حشد تقوم به القوات الموجودة في إدلب والفصائل الموجودة في إدلب، فأنا هذا ما كنت أقصده وليس حشد من قبل النظام. أما الحشد الذي تحدث عنه فنحن نعلم أنه موجود، وكنت أتمنى لو أنه قال أن هذا الحشد لم يهاجم إدلب خوفا على المدنيين الموجودين فيها، وهم مدنيين سوريين وهم من مسؤولية جميع حقيقة حكومة ومعارضة. فبالتالي تأجيل هذا الأمر فقط لإعطاء الحكومة التركية فرصة يعني عذرا، ولكن هذا يبتعد عن أي هدف ورؤية وطنية مستقبلية. هناك 3 مليون سوري، وأذكر دائما حتى لو زاد التكرار كان يجب أخذهم بعين الاعتبار قبل أي حشد وحتى مستقبلا وفي أي مرحلة. بالإجابة على سؤالك، أنا أعتقد أن هناك تغيرات، يعني كما ذكرت قبل قليل نحن ننتقل إلى مرحلة أخرى، كما نشاهد هناك تغييرات حتى في المبعوث الدولي للقضية السورية، هناك رؤية جديدة توضع واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة قد تتضح خطوطها مستقبلا، وضمن هذه الخطوط طبعا بالتأكيد منطقة إدلب وأيضا منطقة شرق الفرات، وربما يكون هناك ارتباط وإن كان غير ظاهرا حاليا في هذه المناطق بين هذه المناطق، جميعها ستأخذ يعني شكل آخر، وستكون هناك خطوات فعالة على ما أعتقد من أجل الوصول بهذه المناطق للاستقرار بشكل أو بآخر. شكرا. سيد هيثم، يعني بالعودة إليك مجددا، يعني هذه التنظيمات الإرهابية كانت دائما روسيا تصرح بأنها هدف مشروع لها وستقضي عليها، ولكن يعني وجدنا كل النقاط السياسية كانت تجمع بينها وبين تركيا المعروفة بدعمها لهذه التنظيمات والممر والتدريب والأب الروحي لهذه التنظيمات الإرهابية، استثمرتها في عفرين والآن لا يتم تحريك أي ساكن ضدها إن كانت في عفرين وحتى مناطق جرابلس وعزاز والباب وصولا إلى إدلب. سيد هيثم حسون، فقط أريد أن أؤكد للضيف أن موضوع المواطنين السوريين هو الهم الأول للدولة السورية، ولا يمكن لأي أحد في هذا الكون أن يزاود على مسؤولية وعلى حرص القيادة السورية على مواطنيها إن كان في إدلب أو في غير إدلب. هذا الموضوع غير قابل للنقاش، لأن كل المناطق التي خضعت لعمليات قتالية كان المواطنون السوريون محميون من الدولة السورية، وكانت تسير العمليات في مسارين متوازيين. المسار الأول هو المسار التصالحي والذي أدى إلى بقاء ملايين المواطنين أو مئات آلاف المواطنين في المناطق التي حررت، آخرها في الجنوب السوري، وهذا الأمر كان يستند إلى الإنجاز العسكري في كسر شوكة المقاتلين الإرهابيين في تلك المناطق. موضوع العلاقة بين روسيا وتركيا، نحن نعلم جيدا أن لكل دولة أهدافها. تركيا تريد الحفاظ على هذه المنطقة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي تخضع لها وبالتالي تدار من قبل المخابرات التركية. ولكن سيد هيثم، لا يتم الحديث عن هذه المناطق، يعني حتى بصيغة لما يطلع أي قرار أو تصريح من دمشق لا يطلع بمفهوم تحرير هذه المناطق، ولكن تستخدم كلمة تسوية هنا، لماذا سيد هيثم؟ لا التسوية للمواطنين والتحرير للأرض، هذا كلام طبعا مفهوم. نحن في سوريا نتعامل في المصطلحات بشكلها الحقيقي والنظامي. التحرير للأرض، وهذا الأمر غير قابل للنقاش، يعني حتى على موضوع إدلب حتى على موضوع إدلب سيد هيثم، يعني دائما يتم الحديث، يعني موضوع إدلب هلا بالتحديد وحتى الشمال السوري لا يتم الحديث لا عن جرابلس ولا العزاز ولا باب ولا أي منطقة أخرى يتواجد فيها الأتراك. نحن نتحدث عن الأرض السورية كمجزآت، هناك خطط عسكرية توضع استنادا لأفضليات وأولويات. في مرحلة سابقة كانت حوالي 60% من الأرض السورية تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة. عندما نتحدث عن المنطقة الشمالية لا نفصل بين عفرين وبين إدلب، محافظة إدلب هي المرحلة الأولى للانتقال إلى عفرين، وبالتالي عفرين هي أرض سورية وستحرر كما ستحرر محافظة إدلب. هذا كلام لا يمكن المساومة عليه.
لا من قبل الجانب الروسي ولا من قبل أيضا، هم أساسا ليسوا في موقع المساومة. القرار واضح بتحرير الجغرافيا السورية كاملة، ولكن التسويات هي للمواطنين السوريين. الإرهابيون اليوم الذين رحلوا من المناطق أو تم رفضوا التسويات في مناطقهم عندما كانوا في المناطق التي حررت، هؤلاء الإرهابيين سيخضعون لتسويات في حال قبلوا أن يكونوا جزء من عملية التسوية بالتأكيد، ولكن الغير قابل للتسوية هو الإرهابيون الأجانب. طيب بدي احكي معك بموضوع الارهابيون حتى لا اطيل اكثر سيد هيثم، اسمح لي اني ارجع لعند دكتوره سميره ومن ثم اعود اليك. دكتوره سميره، يعني الان الكل يتحدث عن المنطقه العازله وعن كل ما يخص المنطقه العازله من مرحله اولى وثانيه، ولكن لا يتم تحديد وجهه ومصير الفصائل والتنظيمات المدرجه على لائحه الارهاب فيها كالحزب الاسلامي التركستاني وهيئه تحرير الشام والكثير من التنظيمات المدرجه على لائحه الارهاب. يعني كما لاحظنا منذ بداية تحرك هذا، يعني دعني أقول العمليات العسكرية بهذه الكثافة منطقة وراء منطقة، كان هناك يعني دائما هذه المراحل التي تمر عبر مفاوضات، محاولات تسوية، محاولات مصالحات إلى آخره، ولم تكن الأمور تسير يعني كما تفضلت أنه بقرار نحو فصائل محددة. وكما لاحظنا أيضا تغيير أسماء كثير من الفصائل، اندماج فصائل إلى آخره، كان هناك يعني ديناميكية بشكل مستمر في التسميات وفي الأشخاص وفي يعني نعرف كيف سارت الأمور. وبالتالي هنا الأمر لا يختلف على ما أراه عن ما جرى مسبقا. هناك لهذه اللحظات محاولات لإيجاد سبل، وهذا الأمر طبعا لم يعد كما في السابق، يرحل الأشخاص من مناطق إلى مناطق أخرى، هذا لم يعد ممكنا كما نعلم جميعا. نحن في منطقة إدلب لم يعد هناك أي مناطق لترحيل أي أحد، وترحيل السوريين مناطق لأخرى أو تغيير بالمناطق، فبالتالي هنا سيكون هناك حلول. لكن كما ذكرت لك هذه المنطقة لها خصوصية، وهذه الخصوصية إن غابت عن بالنا لن ندرك كيف تسير الأمور، وهذه الخصوصية هي الكثافة السكانية العالية وعدد المدنيين الكبير. سيد هيثم، سؤال أخير أختم معك الحلقة، ولكن بتمنى منك يكون مقتضب جدا، دقيقة ونص. يعني مصير التنظيمات الإرهابية المدرجة على لائحة الإرهاب، هنا أتحدث عن الحزب الإسلامي التركستاني، يعني أكثر من 5000 عنصر إرهابي من الأيغور الصينيين موجودون بشكل علني وأشكر على عينك يا تاجر مثل ما بيقولوا بمنطقة شتبرق وجسر الشغور، وتدخل برفقة الأرتال التركية التي تذهب إلى نقاط الاثنى عشر. سؤال ذات شقين، مصير هؤلاء الإرهابيين ومصير النقاط التركية الاثنى عشر الموجودة على الجغرافيا السورية؟ مع انتهاء المهلة، أنا أؤكد لك أنه مع انتهاء المهلة المعطاة لتركيا من أجل إنهاء الوجود الإرهابي في هذه المناطق، سيتم أو ستبدأ العملية العسكرية، وسيكون هناك تعامل في شقين. الشق الأول مع السوريين الإرهابيين الذين ينتمون لمختلف تنظيمات إرهابية، هؤلاء سيتاح لهم إما الالتحاق بموضوع المصالحات وبالتالي عودتهم إلى مناطقهم التي خرجوا منها، وهذا حق وواجب الدولة السورية. المواطنين السوريين أو الإرهابيين الذين يرفضون التسويات سيعاملون كالأجانب، وهنا الأجانب سيتم التعامل معهم وفق العمل لتطهير الأرض منهم، إما بقتلهم أو أن يفروا باتجاه المناطق التي دخلوا منها وهي الحدود التركية. وهنا أمام تركيا خيارين، إما أن ترحل هؤلاء باتجاه أراضيها ومنها تنفذ تهديدات للدول الأوروبية بأن ترحلهم باتجاه الدول الأوروبية، أو أن تتصرف بهم بالطريقة التي طبعا سيد هيثم هي من أدخلهم باتجاه الأراضي السورية وعليها تحمل نتائج هذا الفعل الإجرامي. لزيدك من الشعر بيت، صحيفة الجاردن أكدت اليوم بأن هناك مازال تدفق لعناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بعدد 100 عنصر كل يوم يدخلون من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأكيد المخابرات الروسية تعلم بذلك. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك ضيفي من دمشق العميد هيثم حسون، خبير عسكري واستراتيجي، وشكرا على تلبية الدعوة، وضيفتي أيضا من باريس الشكر موصول لها دكتورة سميرة بيض أكاديمية وكاتبة سياسية، على كل ما تفضلت به، وشكر موصول لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.